بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف النهي عن مشابهة الكفار والمبتدعة والشياطين، قال رحمه الله: وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمبتدعة، حتى المبتدعة من المؤمنين والمسلمين يخالفون في بدعتهم. ذكر هنا أيضا صنفا آخر تجب أو تستحب مخالفتهم، وهم من المسلمين، ألا وهم الأعراب. الأعراب من المسلمين، فإن الواجب على الأعراب أو المستحب له إذا دخل في الإسلام أن يهاجر من البادية إلى الحاضرة من أجل أن يتفقه في دين الله، ولا يبقى في البادية لأنه لا يتمكن من التفقه في دين الله عز وجل. وهذه الهجرة كانت واجبة في الأول، كانت واجبة على الأعراب لئلا يبقوا على جهلهم وجفائهم، فيجب عليهم أن يهاجروا أو أن يهاجر منهم من يتفقه في دين الله ثم يرجع إليهم ويفقههم، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالهجرة من البادية إلى الحاضرة لطلب العلم والتفقه في الدين واجب أو واجبة في الجملة، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية. كانت الهجرة من البادية إلى الحاضرة في الأول واجبة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والمراد بالولاية هنا الميراث، فكان في أول الإسلام الأعرابي
لا يرث من المهاجر، والمهاجر لا يرث من الأعراب. ثم نسخ ذلك فقال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نسخ مسألة الميراث وصار المسلمون يتوارثون بينهم مطلقا، وإنما المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وإذن فالهجرة تكون على أنواع. النوع الأول الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهذه أمر واجب وباقي ومستمر، ومن تركها مع القدرة عليها فهو متوعد بأشد الوعيد. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وهذه الهجرة باقية إلى أن تخرج الشمس من مغربها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. النوع الثاني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد كفر آخر أخف من الأول، تمكن فيه الإنسان من إظهار دينه، كما هاجر المسلمون إلى الحبشة، إلى أرض النصارى من الحبشة. فإذا كان لا يتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام فعلى الأقل يهاجر إلى بلد من بلاد الكفر، يكون أخف ضررا من البلد الذي هو فيه. النوع الثالث الهجرة من البادية إلى الحاضرة المسلمين، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه كانت واجبة في أول الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي قواده في الجهاد أن من أسلم من الأعراب فإنه يخير. هذا نسخ لما كان واجبا في الأول، يخير إما أن يهاجر إلى الحاضرة ويجاهد مع المسلمين فيكون له من المغانم مثل ما لغيره، وإما أن يبقى في باديته وليس له من الفيء والمغانم شيء، يكون كأعراب المسلمين، يكون كأعراب المسلمين، فيكون ترك أمرا مستحبا. والحاصل من هذا أن سكان البادية في الغالب يغلب عليهم الجفاء والكفر والنفاق، فلذلك شرعت الهجرة من البادية إلى الحاضرة. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فالغالب على الأعراب القسمان الأولان في الآيتين الكريمتين: الأعراب أشد كفرا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرم، هذا هو الغالب عليهم. والقسم الثالث هذا قليل فيهم، وهم أهل الصدق وأهل
الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يعمم الحكم، وإنما عدله وحكمته سبحانه أنه لا يعمم الأحكام، بل إنه يستثني منها من لا تنطبق عليه، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. والحاصل أن التعرب فيه نوع نقص، والأعراب فيه نوع نقص، ولذلك يكره التشبه بالأعراب حتى في الأسماء، فإن الأعراب يسمون المغرب بالعشاء، ويسمون العشاء بالعتمة، والاسم الشرعي المغرب، صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال تعالى: من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فجعل سماها العشاء، يجب الاستئذان بعد صلاة العشاء، والأعراب تسميها العتمة، وتسمي المغرب بالعشاء، والصواب أن المغرب تسمى بالمغرب عند غروب الشمس، لأنها عند غروب الشمس، وأن العشاء تسمى بالعشاء ولا تسمى بالعتمة. فلا نتشبه بالأعراب في تسمية هاتين الصلاتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال: وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء، فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. نعم، كره موافقتهم والتشبه بهم في الأسماء، فكيف بغير ذلك؟ نعم. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. نعم، هل كراهة متفق عليها بين العلماء، لكن اختلفوا هل كراهة مطلقة أو الكراهة في الإكثار من ذلك، وإذا قيل بعض الأحيان فلا بأس بذلك، لكن في الجملة نحن منهيون عن التشبه بالأعراب فيما يطلقونه على الأسماء الشرعية، ما له اسم شرعي يسمى باسمه الشرعي ولا يسمى بغيره، والشارع سمى المغرب بالمغرب وسمى العشاء بالعشاء، فلا نغير هذا الاسم ونوافق الأعراب. نعم. وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم. نعم، يعني في الجملة نحن لا ننظر للخلاف أيهما أصح، لكن ننظر للمقصود بالنهي، يكون المقصود بالنهي هو التشبه، منع التشبه بهم في ذلك، سواء كان هذا مطلقا أو كان الكثير منه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره، وإجمالا يحتاج إلى تفسير. نعم، هذا قاعدة عظيمة لما ذكر رحمه الله تحريم التشبه بالشياطين، تحريم التشبه بالكفار، وتحريم التشبه بالأعراب، تحريم التشبه بالأعاجم، ذكر أن هناك فروقا بين التشبه بالشياطين
والتشبه بالأعراب والأعاجم، فإن التشبه بالشياطين ممنوع مطلقا ولا يستثنى منه شيء، لأن الشياطين كلهم شر وليس فيهم صلاح أبدا، فلا يجوز التشبه بهم مطلقا وليس فيهم صالحون. وأما الأعراب ففيهم من هو صالح ومؤمن ومستقيم، وكذلك الفرس والعجم فيهم من أولياء الله وفيهم من أهل العلم وأهل الصلاح الشيء الكثير. فالتشبه بالشياطين ممنوع مطلقا وهو حرام شديد التحريم، أما التشبه بالأعراب والتشبه بالأعاجم والفرس فهو أخف نظرا لما فيهم من الصلاح، يعني في بعضهم من الصلاح والصالحين. فالأعراب الله جل وعلا قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أثنى الله عليهم على هذا الصنف من الأعراب، فدل على أن الأعراب ليس كلهم مذمومين. وكذلك في الفرس والأعاجم، فإن الله جل وعلا قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هذا من باب المدح، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني يثني على هؤلاء الآخرين الذين سيلحقون بهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من المراد بذلك، وكان عنده سلمان الفارسي رضي الله عنه، فوضع يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يشير إلى سلمان وأمثاله ممن أسلموا من الفرس وتعلموا وصاروا من أكابر العلماء وكبار الأئمة، كما يأتي ذكر تمثيل لهم. فدل على أن الفرس وأن العجم ليسوا مذمومين مطلقا، وإنما فيهم من الأخيار الشيء الكثير، بخلاف الشياطين فإنهم مذمومون مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله: تفسير ذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين. نعم، الكفر والتشيطن هذان مذمومان مطلقا، لا يستثنى شيء من الكفر والتشيطن، ولا يقال أن الكفر بعضه أخف من بعض فيتساهل مع بعضهم، وهم كلهم أعداء الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشياطين من شياطين الإنس والجن، لا يقال أن هناك شيطان أخف من غيره، بل كل الشيطنة شر ولا يستثنى منها شيء، بخلاف الأعراب والفرس. نعم. ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، ليست مذمومة في هذا اللفظ من أجل هذا اللفظ، وإنما هي مذمومة بالنسبة لأهلها. نعم. قال: بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله ذكر الله ذم الأعراب في سورة التوبة في هاتين الآيتين: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وذكر في سورة الفتح أيضا ذما للأعراب،
فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سيقول لك المخلفون من الأعراب، أي الذين تخلفوا عن الغزو معك بادعاء العذر، أن لهم عذرا يمنعهم من الخروج وهم ليس لهم عذر. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وكان هذا في صلح الحديبية، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة وتأزم الأمور بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من أهل مكة. الأعراب تخلفوا عن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فالله فضحهم وبين السبب، أنه ليس شغل الأموال والأولاد، وإنما الذي خلفهم هو عدم الإيمان والقنوط من النصر. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ثم بين السبب الذي أخرهم: بل كانوا لا يؤمنون إلا قليلا، أي إن الذي أخرهم هو عدم إيمانهم أو ضعف إيمانهم، وليس هو عذر الأموال والأولاد، وإنما هو نقص الإيمان في قلوبهم. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم ظنوا أن الرسول وأصحابه سيقضى عليهم وأنهم لا يرجعون، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هالكين. هذا هو السبب. السبب هو أنهم ليس في قلوبهم إيمان، وأيضا سوء الظن بالله عز وجل وأن الرسول وأصحابه سيقضى عليهم ولا يرجعون ولا ينتصرون على عدوهم. فضحهم الله جل وعلا وأبدى مخازيهم. ثم لما رأوا المسلمين سيغزون خيبر وفيها الأموال وفيها المزارع وفيها الخير، يقولون: ذرونا نتبعكم. سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله: كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فهذا سبب آخر، وهو أن الذي خلفهم هم أنهم ظنوا أن ما هناك طمع في هذه الغزوة، فلما جاءت الغزوة التي فيها الطمع تقاطروا على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يخرجوا. الله منعهم من ذلك عقوبة لهم على تخلفهم الأول. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يعني منعهم الله سبحانه وتعالى. فكانوا أردفوا بكلام أقبح من الأول، قالوا: بل تحسدوننا. قال الله جل وعلا: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهذا مثل قوله في أول الآيات: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من قبل، لا يفقهون إلا قليلا. ثم إن الله تحداهم إذا كانوا صادقين في طلب الجهاد: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قالوا: والمراد بذلك غزو أهل اليمامة. غزو أهل اليمامة لما ارتدوا عن دين الإسلام، وأهل اليمامة أهل بأس شديد،
فإن كنتم صادقين فإذا حانت هذه الغزوة فاخرجوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه الآيات كلها في هذا السياق مما يدل على أن الأعراب عندهم نقص إيمان وعندهم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وعندهم جشع وطمع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: منقسمون إلى أهل جفاء وذكر الآيات، وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمه. الله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولما ذم الأعراب وذكر مخازيهم استثنى منهم أهل الإيمان، فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في مقابل أشد كفرا ونفاقا، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله في مقابل يتخذون ما ينفقون مغرما، ويتخذ ما ينفق مغرما يعني خسارة، يعتبرونه خسارة وغرامة ولا يعتبرونه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم حتى إذا حصلت عليكم هزيمة فإنه يكون مع عدوكم عليكم وينتظر بكم الدوائر. فهذه طبيعة الأعراب في الغالب، وإن كان منهم من يرزق الإيمان فتختفي فيه هذه الطبيعة وهذه السجية وتزول ويحل محلها الإيمان، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. من الأعراب من هو من أهل الصدق ومن أهل الإيمان والثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين من بعده، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد إلى وقتنا الحاضر. فالأعراب فيهم رجال وفيهم مؤمنون وفيهم مجاهدون، نعم، وفيهم فقهاء في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.